لعلكم بخير، واخيرا عدنا من جديد للارت فلوج. بس الميزه النهارده في الارت فلوج ان احنا رايحين صالون الشباب ال30. صالون الشباب اللي ما يعرفش، يعني دي حاجه مسابقه بتتعمل كل سنه في الاوبرا في قصر الفنون، بقالها 30 سنه على التوالي. السنه دي السنه ال30. بس المميز النهارده في الارت فلوج انه انا كل مره بروح معرض لناس هم العارضين، بس النهارده انا اللي عارضه في المعرض الجامعي. وده ان شاء الله يعني هيكون شيء سعيد. فانا هاخدكم النهارده معايا في هذه الجوله الرائعه، وان شاء الله ان شاء الله يكون يوم من سعيد، لان ده اول معرض يعني اكون مشاركه فيه خارج نطاق الكليه والجامعه والحاجات دي. فهيا بنا نذهب ونحضر هذا اليوم السعيد. ناخد فلاش باك ونرجع مثلا شهر لورا. من زمان كان نفسي قوي اشترك في صالون الشباب او اخد خطوه فكره ان انا اعمل يعني ادخل معرض وكده، بس طبعا كنت خايفه قوي من فكره ان الواحد يتقدم ان هو يعمل شيء زي ده، وكنت فاكره الموضوع بقى كبير وحاطه مليون حاجه في دماغي. بس انا سعيده ان انا تخطيت هذا الموضوع، بس الفكره ان انا كنت خايفه جدا من فكره ان انا ما اعرفش اعمل شيء مناسب. بس هو مش مشكله، انا عملت شيء. الفيديو ده هينزل ولا مش هينزل مش عارفه، بس انا لو اتقبلت ودخلت غالبا هينزل، لو ما اتقبلتش فالفيديو ده هيفضل في فايل الذكريات الخاصه بالاصحاب. وشكرا لكم. النهارده يوم الخميس، جيت عشان اسلم حاجه الصالون عشان انا اتقبلت في المركز الاول، يعني الحمد لله. كان يوم عاصف جدا بالامطار ومش عارف ايه والحاجات ديت، بس انا جيت عشان اسلمه في الاخر. ان شاء الله يعني لو اتقبلت ان شاء الله يعني في الفرز الثاني، فدوت هيبقى جزء من الفلوج بتاع الصالون. نحن في لحظات التسليم الاولى، وشلبوبه هي اللي ماسكاهم عشان شلبوبه هي الجميله. وللعلم بالشيء لو البتاع ده طلع ان شاء الله يعني شلبوبه هي اللي كاتبه فلسفه العمل يا جماعه. ونسمع احلى سقفة لشلبوبه. هيك قد وصلنا الى الاوبرا، وشويه هيتم الافتتاح، بس انا وصلت بدري شويه. انا نسيت اقول لكم النهارده 30/12، وهو رقم الصالون 30. هي حاجه تافهه بس انا بحب اربط كده الحاجات ببعضيها. شويه كده هيحصل الافتتاح، وهاخدكم معايا نتفرج على هذا الافتتاح الرائع ان شاء الله. وها نحن في لحظات البحث الاولى عن اللوحه. يا رب الاقيها بسرعه عشان ما الفش. نحن قد وصلنا، بس هي ضهرها منفعله شويه عشان انا طلعت واخده الجائزه التشجيعيه. ياي، مرحبا مره اخرى. النهارده طبعا للاسف هو النهارده مش يوم الافتتاح، هو يوم الافتتاح زي ما انتوا كنتوا شفتوا كده لحد ما وصلت لحد اللوحه، وبعد كده عرفت ان هي في جائزه. بعد كده ما عرفتش اصور طبعا خالص. اللي ما يعرفش يعني صالون الشباب يوم الافتتاح بيبقى شيء زحمه للغايه، ولا عرفت اصور ولا عرفت اعمل حاجه. فانا جيت يوم تاني قلت علشان اوريكم بقى الاكثر اللوحات اللي عجبتني يعني انا، لانه الصالون كبير وفي تقريبا مش عارفه اذا كان الرقم ده دقيق ولا لا، بس في 173 فنان. ففي متخيلين في كام عمل جوه. فانا بس هصور اكتر حاجات مثلا شدتني او عجبتني، واحاول احط لكم كمان اللينكس بتاعت الفنانين دول في الديسكريبشن بوكس لو انتم مثلا حابين تشوفوهم او تتابعوهم. بس وحاجة اخرى، انا بجد بجد شكرا لكل الناس اللي جت يوم الافتتاح علشاني. انا وجم قالوا لي بجد هم جايين بس عشاني. بجد ده كان من اسعد 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 الايام، لانه حرفيا ده اول معرض كبير اشارك فيه خارج نطاق الكلية، معرض كده حقيقي مش مضيعة للوقت. فانا سعيدة جدا 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 يا جماعة ان انتوا جيتوا. وهو المعرض بصراحة انا مش عارفة هو لسه ممتد لحد امتى، بس هو غالبا يعني لحد 29/1 هو بيمتد شهر. فتعالوا مستنياكوا، تعالوا ناخد جولة دلوقتي في الصالون، واتمنى ان هي تكون جولة سعيدة. اكتر الاعمال اللي انا برضو حبيتها واخذة جايزة تشجيعية، صفاء محمد عطية ده خزف، بجد حلو قوي. انا ما كنتش متخيله ان الشيء ده خزف. وفي برده ده من الاعمال اللي انا حبيتها، وحبيت طريقه الاخراج والبرواز والفكره نفسها لمينا نصيف فهمي، و
وده برضو من الأعمال المحببة إليا، السيد عطا السيد، وده كولاج بس انت اشرف بدوي. هسيب لكم الاكاونت بتاعها تحت. وده لزينب محسن داود، ده جرافيك، كمبيوتر جرافيك. يعني نطلع الى الجولة الثانية عشان نروح للوحة بتاعتي. في عمل خزفي حلو قوي، هو ده خزف، ده مش نحت، ده خزف، واخد جايزة الصالون للخزف، إيمان أحمد سليمان. من العمل ده برضو، من أعمال برضو اللي عجبتني جدا جدا جدا، العمل ده حاصل على جايزة الصالون في مجال التصوير. الفكرة اللي عجبني هنا التونز والتكوين والألوان، الألوان اللي مستخدمها حلوة قوي. يعني ما عرفنيش أنا عارف شخص بيحب الألوان جدا. والفكرة بتاعتها كمان حلوة قوي. اللوحات دي لإسلام أحمد الريحاني. ثواني برضو عشان كان في لوح تاني هناك كده عجبني. من اكتر اللوحات اللي عجبتني بتاعت روزين دلوقتي اهي، ومعانا الفنانة نفسها. مرحبا. مرحبا. ايه ثواني بقى عشان نسجل مع الفنانة. تسمح لنا يا فنانة نسجل معاكي؟ طب تفضلي مايك يا فنانة. زين، تحبي تقولي لنا مستلهمة الاعمال الجميلة دي منين؟ فكان دايما وهي بتسجلي او بتشخبط او كده في كاركتر كده على طول بترسمها، هي تقريبا حاجه شبه كده بس على سكتش بسيط قوي. بس فمن وانا صغيره بشوف السكتش ده وببقى عايزه اقلده يعني، لحد ما طلعت معايا الكاركتر. هي حلوه قوي. من اكتر اللوح اللي عجبتني جدا تقريبا، لو مش انا غلطانه، اسمها الوليمه، لمصطفى سيف النصر. اعتقد ممكن اسيب لكم الاكونت بتاعه تحت لو عرفت اجيبه. ده تصوير زيتي بجد. بصوا الديتيلز، التونز، هي مخيفة شوية بس يعني هي حلوة قوي. بصوا أصلاً الحاجات اللي في الباك جراوند، هيا بقى نطلع لجاليري 6 اللي فيه اللوحة بتاعتي. هي فوق بصراحة، بس يعني لما تيجوا بقى ايه اطلعوا لها فوق. في برضو هنا تقريبا، ايوه بتاعت ايه صبري. الثلاث لوحات دول ايه من الناس الشاطره جدا، التونز بتاعتها والالوان برضو التكوينات. هحاول احط لكم الاكونتس بتاعتها برضو تحت. نحن في لحظات الدخول للوحه بتاعتي تاني، هي جاليري 6. عملت لكم كمان في فلسفة العمل، هشوفوها دلوقتي في الفيديو. ننتقل الى الفيديو ونعود للجولة مرة اخرى. ممكن يا سلمى تقول لنا الفكرة بتاعت العمل جات لك ازاي؟ اوكي. بصوا، هو الاول في كونسبت الفكرة نفسها بتاع الفلسفة، وفي التنفيذ. من ناحية التنفيذ انا هنا مستخدمة دالتا تريز، دي يعني اللي عارفين متابعين البلوجز بتاعتي والفيسبوك والحاجات كده عارفين ان انا بحب التطريز جدا. انا هنا عامله جوجان، عاملاه تطريز، فانا دي من الحاجات يعني اللي انا بحب اعملها. ماشي. والباك جراوند ديت اكريليك، ودول مطبوعين على كانفاس. بالنسبه بقى لفلسفه العمل نفسها، هي ديت انا متابعين الشوكيري والحاجات زي ديت. عارفين كان في حلقه كده كان بيتكلم فيها على عمليه التجميل،
عمليه التجميل اصلا ظهرت عشان الناس دول. مين الناس دول؟ دول الناس اللي المحاربين اللي كانوا في الحرب العالميه الاولى والثانيه اللي تضرروا من الحرب ناتج القنابل والحاجات اللي اترموا، فهم ما تشوهوش تشوهات بسيطه. كمان يمكن الصور دي كمان ما فيهاش التشوهات قوي، في شخص حرفيا كان شال الجزء ده كله من وشه. هنا التشوهات بسيطه شويه. فانا كان نفسي ابين دول ناس اتولدت بيها وفي ناس اتولدت بيها. انا كنت عايزه الم الفكر بتاعت الشيء المشوه في العمل الفني ده، وابين الجانب الجميل المبهج اللي جواهم. مش الحاجات دي مش لازم يتبصلها بس حزن، او لما تشوف شخص مثلا عنده حروق في وشه تمشي كده وتكشف في وشه، لا، هم عندهم جانب جميل ويمكن جانب كمان احلى مننا بكتير. لان الشخص اللي بيصاب بشيء زي ده بيطلع منه جانب اجمل واجمل واجمل بكتير من الشخص العادي. من دايما انا شخص مثلا بقول ان الصعاب والحاجات زي دي بتطلع مننا اجمل ما فينا. بس مظبوط. مره اخرى اللي واحده من البورتريهات اللي عجباني حلوه قوي 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 دي السيد محمد مهدي. ده تصوير زيتي على ما اعتقد، يعني ممكن يبقى في اكريليك مش عارفه. بس بص في مين تاني هنا؟ في حاجة هو يعني طبعا هو الكبير قوي على انه يعرف ان انا اعرف اغطيه في بلوك، فحاولوا انتوا تيجوا تتفرجوا. ده برضو عمل نحتي. ده احمد محمد احمد عبد الله. اسماء، تحبي تقولي لنا ايه عن الفكره بتاعتك واستلهمتيها منين؟ الكتاب دوت كان في الكليه عندي وكان هيترمي، بس انا حسيت قد ايه اهميته كبيره جدا، فاخدته ونظفته ورحت احتفظت بيه في البيت. وبعد ما عدى عليه فتره كده انا دايما طول الوقت عماله افكر له فكره ان انا اشتغله، بس لسه مش لاقيه الموضوع. لحد ما في يوم قابلت هو الكتاب ده عن طريقه برايل، كان اسمه كانت قصه الف ليله وليله بطريقه برايل. لحد ما شفت في يوم حد كان كبير وكان عايز يروح مكان، فانا وصلته. فاثناء ما انا بوصلها كانت ماسكه ايديها في ايديا. قد ايه حسيت ملمس ايديها رقيق جدا، مش زي ايدينا خالص احنا، وحسيت فعلا قد ايه هي ايديها وحاسه اللمسه عندها مختلفه مش زينا. ومن الوقت ده ربطت قد ايه هم بيقدروا يقروا اللي في الكتاب ده، وانا المفتحه ما عرفتش ان انا اقرا ولا كلمه منه. فقعدت ابحث في طريقه برايل والحروف بتاعتها ديت بتكون عامله ازاي، وازاي هو حاسه اللمسه عنده بتدي اشارات لمخه عاليه جدا غيرنا احنا، وابتديت ان انا اعمل الفكره بتاعتي. دي فكره حلوه جدا. انا اول مره اوصل للمعنى ده بتاع موضوع ان ملمسهم غير ملمسنا. ملمس انا لما مسكت ايديها حسيت قد ايه ايديها رقيقه بطريقه غير طبيعيه، يعني انا شويه كده وبيدها دوت، انا عايزه اعرف في ايه. دي معلومه جديده بجد، وبجد هي فكره رائعه. استني، وده العمل الفني بتاع اسماء عن قريب. انصحكم جدا بان انتوا تيجوا تشوفوا شغل اسماء. هو تحت دلوقتي وهنسجل معاه فهي بنا. دلوقتي ده دكتور محمد خالد عمران، الدكتور اللي درس لي قدرات فنون جميله من 4 سنين، وهو شارك في الصالون وحصل على جائزه الصالون في التجهيز في الفراغ، وده العمل بتاعه. دكتور، نحب نسال حضرتك، حضرتك جات لك الفكره ازاي وبتعبر عن ايه؟ الفكره الاول جات لي من اكتر من سنه، وكنت قريت حاجه عن حادث حصل ناس في سوريا، فالموضوع كان ابتدى فكرة الهجرة عموما ان هي جات لي من النقطة دي. بس انا لما جيت فكرت في العمل انا فكرت فيه من ناحية تانية خالص، من ناحية ان احنا كلنا بيحلم ان هو يعيش في عالم خيالي من تخيله هو، ومن عالم حالم هو الوحده اللي عايش فيه. فابتديت ان انا اعبر عن الهجرة بالمعنى ده، ان انا ممكن اهاجر لعالم الاحلام، ان انا اعيش في عالم خيالي.
فابتديت ان انا بتخيل قصه لشاب هو ما عندوش حاجه غير البيت اللي هو عايش فيه، هو عايز يعيش في عالم خيالي من تكوينه هو، فابتدى يفك البيت بتاعه وياخده معاه في صوره مركب، يعمل بيه مركب ويتحرك بيها او يسافر بيها لعالم الاحلام. فيوم هيروح الصحراء، يوم هيروح للغابه، يوم هيروح لجزيره لوحده، هيبدا هو يتنقل في مكان ما يحب، بالنسبه له مبقاش فيه حدود. فكره حلوه جدا يا دكتور. ده العمل نفسه العمل. بس كده وكده نكون هنا الارت فلوج ده. هو كان يعني ده احسن واحلى واروع ارت فلوج انا عملته، عشان طبعا الصالون عشان انا مشاركة فيه، وده كان شيء سعيد جدا ليا. تقدروا تيجوا الصالون، هو غالبا هو ممتد لمدة لاخر يناير، تقدروا تيجوا كل يوم من 9 لـ2 ومن 5 لـ9 ما عدا يوم الجمعة. بس اوكي، باي.